طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة دي المحاضرة التاسعة من محاضرات الفوتوشوب. احنا ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن مجموعة من الادوات، في المجموعة طبعا اللي هي الخاصة بالرسم والتلوين. هنتكلم على اداة اسمها، احنا اتكلمنا عن البروش، هنتكلم على الاستامب اللي هي الاداة اللي هي عاملة زي الختم، دي شكلها عامل زي الختم. هنفتح صورة. الأداة دي الستامب وظيفتها هي بتعالج للصور، يعني عاملة زي الأداة الهيلينج لها كنا بنستخدمها. بس هنعرف دلوقتي الفرق بينها بين الستامب والهيلينج. تمام. الستامب أول حاجة عشان أنا أستخدمها لازم الأول أستخدم زرار الألت عشان أخد كدر معين كويس في الصورة اقدر احطه في مكان تاني. بمعنى هنكبر كده، نصغر حجمها شوية. تمام. الفكرة كلها ان انا مثلا عايزة اشيل الحسنة دي، فلازم اخد كادر من الجزء القريب من الحسنة دي عشان احطه هنا. يعني هدوس على Alt عمل لي علامة التنشين، اروح مثلا ادوس هنا بالماوس كليك واجي اقف هنا على الحسنة. خدنا بالنا ان هو الجزء اللي هو اللي احنا خدنا منه الكادر ده خد لي منه لقطة عشان يحطها لي هنا. هنا مثلا اروح دايس ال كليك شمال بالماوس بالجزء القريب منها واروح دايس على تشيل. نفس الكلام بقى في اي تعديل في الصورة. طيب احنا هنا ليه استخدمنا الاستامب وبستخدم طبعا الستامب؟ اول حاجه الكلون اللي احنا بنستخدم ستامب. تمام. في حاجه تانية اسمها باتر ودي هنتكلم عنها كمان شويه. المهم الجزء الاولاني منها اللي هو الكلون دوت، الفكره كلها ان انا باخد كادر معين كويس قريب من الجزء اللي انا عايزه اعدله وبروح نقله المكان زي ما احنا عملنا دلوقتي. لو احنا رجعنا تاني عشان نشوف الفكره اللي احنا عملناها، احنا الحسنه دي عايزين نشيلها، فبناخد بندوس على Alt المكان القريب منها، بناخد اهو تنشين ونروح واقفين هنا. تمام. هي ليه احسن من الهيلنج؟ الهيلنج زي ما احنا عارفين لما احنا كنا بنستخدمها، لما انا كنت مثلا صغر كده شويه، لما انا كنت باجي اظبط الجزء ده كده مثلا، كانت لو احنا خدنا بالنا ان هي بتعمل لي علامات، لكن دي انقى شويه اللي هي الستامب انقى شويه في التعامل يعني. لكن هنا لو خدنا بالنا ان الهيلينج بتعمل لي علامات ما بتديليش صفاء، لو احنا خدنا بالنا وقربنا الصوره بتعمل لي علامات اهي. تمام. فالكلون احسن. الفكره برضو انه ان الاداه الستامب دي ليها وظيفه او ليها حاجه تانية كده لذيذه شويه، ان انا اقدر اسيح بيها الحواف. انا مثلا وقفت هنا خدت الكادر بتاعي من هنا، اقدر اسيح الحواف كده، بس بسيح كانوا يعني اقدر مثلا انا خدت هنا عملت خدت الكادر العين ده، ممكن اعمل كده اهو يعني اقدر اخد لقطه من جزء معين وانا بتحرك عادي. ولو خدنا بالنا السهم اللي عمال يتحرك اللي تحت ده عمال ياخد لي الجزء بتاع الصوره ويحطه لي هنا. اقدر بقى استخدم الحته دي في حاجات كتير جدا، في تصميمات كتير قوي. يعني مثلا اكون عامل صوره وعايز اخد حته كده جزء من الوش احطه على جنب واعمل له بعد كده الاوبست بتاعه واخففه، وبعد كده ما اعرفش اعمل له داركن ايا كان بقى ممكن اعملها. اقدر استخدم الجزء ده في حاجات كتير. يعني احنا لو فكرنا هنلاقي لها حاجات كتير. دي بالنسبه لاول جزئيه في الستام. طيب لو جينا اتكلمنا عن اداه الباتر، اداه الباتر دي كل فكرتها ان انا بعمل تاثير على الصوره. يعني
انا مثلا عملت اتعلمت على ذات الباترن اهي، وهاجي ابدا تمام وهبدا اعمل كده. طب انا كده بعمل ايه؟ ده كده تاثير على الصوره. ازاي؟ انا كده بخفي الصوره. ما هي الفكره بقى ان احنا هنا بنلعب في ايه؟ بنلعب في المود، بنلعب في الاوبستي تمام. يعني لو جينا رجعنا كنترول الت زد وجينا مثلا عملناها مالتي بلاي وعملنا الاوبستي بتاعها قليل كده 13 مثلا او مثلا كده، وهنا زيت الاشكال بتاعها الاوضاع تمام. بختار ان هنا اي وضع مناسب ليا وبستخدمه. مثلا جينا استخدمنا ده وجيت عملت اهو كده، خدنا بالنا عمل لي تأثير على الصورة. ممكن مثلا نغير ونعمل وضع تاني. انا بضيف الاوضاع منين؟ بفتح الزرار اللي هو عامل زي الترس ده وبختار دي كلها كده اوضاع بالنسبة لي باترن. مثلا يقول لي عايزها، عايز ابند ولا كنسل ولا اوكي. طبعا بقول له ابند عشان يتفهم، ويضيف لي مثلا لو جينا اخترنا كده نيجي نضيف نعمل اهو بيعمل تأثير على الصورة. اهو تمام، هي دي فكرته يعني تمام. نيجي مثلا نفتح نختار حاجة تانية، نختار الوضع ده. في عندنا هنا طريقة في القايمة هنا ممكن كذا حاجة كده نعرفهم. احنا قلنا قبل كده ان دي طريقة عرض كده صغيرة. احنا لو عايزين نكبر الصور دي كده تبقى باينة ممكن نعملها لارج تيمبل. ممكن هنا لو احنا عايزين نعمل سيف للباترن دي نعمل لها سيف. عجبتني الباترن دي وعايزة استخدمها بعد كده اعمل لها سيف وتسيف على الجهاز عندي. عايزه احمل باترن انا حملتها اصلا من على النت وعايزه انزلها عندي بعمل لود. في فكره اللي احنا قلناها قبل كده اللي هي ان احنا كنا بنعمل سيف البروش لما كنا بنعمل بروش معينه وسايبها زي ما عملناها قبل كده. طب دي هعملها ازاي في الباترن؟ انا مثلا التاثير ده كده خلاص كده عجبني عايزه اعمل له سيف، فمن اديت هعمل ديفاين باترن وهسمي اوكي، ولما اجي افتح هنا في الباترن هلاقيه اتعمل اهو التأثير بتاعي. اول ما بدوس كده خلاص هو ده التأثير تمام. دي كده فكرة الايه الستامب كلها. نيجي ندخل بعد كده على الأداة اسمها الهيستوري بروش تمام. الهيستوري بروش بتتكون من هيستوري بروش وارت هيستوري بروش. اول حاجة هيستوري بروش دي فايدتها ايه؟ ان انا عملت كده اهو برجع الصوره لاوضاعها الاساسيه والاصليه. اهو ببدا ادوس على الماوس واحرك انا كده يعني كاني بمسح باستيكه، بس استيكه بتشيلي ايه؟ استيكه بتشيلي التاثيرات بس تمام، فبترجع لي الصوره لاصلها. بمعنى ان انا بدل ما ادوس على كنترول زد وارجع الصوره لاصلها، هو دي وظيفه الاداه دي تمام. تمام طيب عندنا بعد كده الارت هيستوري. الارت هيستوري هي بتأثر بتعمل تأثير على الصورة، بس بتأثر على الصورة الأصلية. بمعنى دلوقتي هنيجي نرجع مثلا للستم اللي هي الباترن ستم، ونيجي نعمل مثلا كتأثير كده ده، والأزرق ممكن نزوده شوية، نزود الأوبستي بتاعه عشان يبقى باين كده مثلا. وهنيجي في الهيستوري ونختار الارت هيستوري ونقعد وندوس عليها كليك. ايه اللي هيحصل؟ هو بيعمل لي تاثير على الصوره الاصليه، ملهوش بقى دعوه باللون اللي انا حطيته. وفي اللون الموف هو بدا يختفي، هو بيعمل لي تاثير على الصوره الايه الاساسيه، ملهوش دعوه خالص باللون واللي انا عملته تمام كده. نرجع الصوره تاني زي ما كانت. عندنا هنا ليها طبعا المود اللي احنا اتكلمنا عليه، الاوضاع بتاعتها الاوبستي الشفافيه بتاعتها، او يعني بتقلل الحديه شويه زي ما احنا قلنا الافكت بتاعه بيقلل الافكت يعني
يبقى الإفكت كده بسيط شوية. عندنا هنا الستايل بتاعها، عندنا بقى أوضاع كتير. مثلا شوف بقى الوضع اللي أنا بقى عايزه وبعمله، أي وضع بقى احنا عايزينه وبنعمله يعني. تمام، بس يعني دي كده أوضاعها يعني. تمام. هنيجي نتكلم بعد كده على اللي هي الأستيكة، اللي هي الإريزر. دي مكونة من 3 حاجات: إريزر، باك جراوند، ماجيك. أول حاجة هنتكلم عنها هي الإريزر تول. دي بتمسح أي حاجة أنا عايز أمسحها في الصورة، يعني عايز أمسح الجزء ده مثلا مش عاجبني أهو بمسحه. خلينا بس هنا نغير اللون بتاعها، نخليه اخضر عشان في حاجة، او نخليه احمر كده مثلا، في حاجة عايزة تبان، عايزين نمسح دي مثلا. خدنا بالنا ايه اللي حصل، هو اللي حصل وانا بمسح بيديني درجة اللون اللي هي بتاعت الباك جراوند. طب هي ليه بيديني درجة اللون باك جراوند؟ عشان هنا انا عندي الصورة مقفولة. لو انا فتحت الصورة وخليتها لاير عادي جدا وهاجي همسح، هيمسح لي عادي جدا اي حاجة بقى في الصورة. جينا انا الصورة كانت باك جراوند، فما كانش ينفع ان انا امسح فيها حاجة كانت بتديني اللون اللي بيظهر في الباك جراوند هنا. اول ما فتحتها خليتها لير، خلاص بقى عادي بيمسح لي عادي براحتي، مفيش مشاكل اهو. طبعا الطريقة اللي قبليها، قبل ما يتعمل لير وانا كنت بمسح هنا الحاجات دي وبخليها كلها اصفر وكده، دي كانت طبعا طريقة كويسة جدا، ان انا كنت بقدر ان انا اخلي اشيل من الرسم حاجات معينه. فاحنا كل حاجه نقدر ان احنا نستخدمها بمنظور معين، ممكن ان انا حاجه هي بتستخدم كذا انا ممكن تفيدني في حاجه تانية، زي بالظبط ما حصل كده. انا ممكن ما افتحش اصلا الصوره اللي عندي واخليهاش لير وابدا اشيل منها العيوب دي، زي مثلا لو انا عملت كده، جينا سويبنا الصوره تاني وخليت الدرجه، ثواني مش نقفل الصوره الاول، هنفتحها كده تاني وخليت مثلا الدرجة بتاعتها صفرة وهبدأ أمسح. أنا هو بدأت أمسح، هو لو أي لون تاني كان عملهولي ظهرهولي، لكن هو عشان لون أصفر خلاص ما بيظهرهوش. فبقدر أشيل الحاجات اللي أنا مش عايزاها في الصورة، فأنا أقدر أستخدم الحاجة دي بطريقة معينة تفيدني، وممكن اغير خالص وافتح الباك جراوند لو انا عايز اشيل مثلا الابيض اللي ورا ده. دي طريقه يعني، دي حاجه ودي حاجه. الفكره ان احنا نعرف الاداه بتستخدم ازاي عشان نقدر ان احنا نستخدمها بالطريقه اللي احنا مناسبه معانا. طيب هنيجي بقى نتكلم بعد كده على اداه الباك جراوند ايرز. الفكره هنا هي بتمسح عادي جدا مفيش اي مشكله. هنا لو احنا وجينا بصينا هنلاقي ان هي فيها اوضاع، دي اوضاع، دي كده الاوضاع بتاعتها. احنا عندنا السامبلينج اللي هو الوضع العادي جدا اللي هو بيمسح عادي جدا مفيش اي مشكله. تمام، وبعد كده عندنا الوضع اللي هو الوانس، وبعد كده عندنا الباك جراوند سويتش. احنا هنتكلم اول حاجه الوضع العادي ده اللي هو الوضع انا بمسح بيه عادي جدا مفيش اي مشكله، ده مفيش اي مشاكل. عندنا الوضع اللي بعد كده اللي هو الوانس. الوانس ده لازم اكون، دي كده ما تبقاش متفعله، لازم اكون مفعل البروتكت فور جراوند. البروتكت فور جراوند لازم اكون مفعلها عشان يبان التاثير بتاع الاداه دي. الاداه دي ايه لازمتها؟ هو هنا الزرار ده لما انا بدوس عليه معنى كده ان هو بيحمي لي اللون اللي هو موجود في الايه، في الفور جراوند، اللي هو موجود في الايه، في الفور جراوند. يعني هيمسح لي اي حاجه، احنا قلنا ده الفور جراوند وده الباك جراوند، هيمسح لي اي لون موجود في الصوره ما عدا اللون اللي موجود في الفور ايه، في الفور جراوند. يعني احنا هنبدا نمسح وهنشوف هو هيمسح ايه. انا اهو بمسح، لو احنا خدنا بالنا هو بيمسح لي كل حاجه، ما عدا كل ما اجي اقرب من اللون البيج ده او اللون البني ده ما بيمسحوش. ليه؟ لان هو في الايه، في الفور جراوند. طبعا انا ممكن اكبرها من هنا مفيش مشكله وابدا امسح الهيلينج سبيسنج مثلا،
تمام. فهو بيمسح لي اي حاجة موجودة في الصورة ما عدا الايه، الجزء المحمي اللي هو في الفور جراوند. طيب الأداة اللي بعد كده اللي هي الباك جراوند، بتاعت الباك جراوند دي لما انا بفعلها لازم اشيل اللي هو الحماية بتاعت الفور جراوند، بشيلها. نرجع الصورة بقى لأصلها كده. دي بقى بتمسح اي لون موجود في الفور جراوند عادي جدا، بتمسحه مفيش اي مشكلة بالنسبة لها. بتمسح اي لون موجود في الفور جراوند. عشان نوضح الموضوع اكتر، دي صورة مكونة من الفور جراوند والباك جراوند. احنا قلنا قبل كده ان الباك جراوند اللي هو اللي تحت ده، وده الفور جراوند. دلوقتي احنا كل اللي هنعمله يعني احنا هنفعل الأداة دي اللي هي الباك جراوند ايرزر، وهندوس على التانية اللي هي الوانس، وهنفعل ان احنا نحمي الفور جراوند، ان احنا هنمسح اي حاجة في الصورة ما عدا اللون اللي هو الفور جراوند. يعني معنى كده ان هو يمسح لي الاصفر ومش هيمسح لي اللون اللي في الفور جراوند اهو. تمام، هو كده بيمسح لك الاصفر كله اللي في الصورة ما عدا اللي في الفور جراوند، اللون اللي في الفور جراوند. تمام كده، عشان يبقى الدنيا وضحت اكتر. طيب لو احنا جينا فعلنا الأداة التانية بقى، لما باجي بقى انفعل الأداة دي فبيشيل لي اي لون موجود في الباك جراوند، تمام، لكن ملوش دعوة بالفور جراوند. تمام، دي كل فكرة الإرزو اللي هي باك جراوند. عندنا بعد كده في الأداة دي آخر حاجة اللي هي الماجيك. والماجيك دي، فكرة الماجيك ديت ان انا بشيل، يعني هنجيب مثلا صورة هنا اهي، مثلا الصورة دي انا لما بقف عليها كده بتتحول على طول. لو احنا خدنا بالنا نرجع تاني، هي باك جراوند اهي هنا، اول ما بدوس كده بتتحول على طول لللاير من غير اي حاجة، بتتحول لير. طيب احنا شلنا العلامة من اللي هنا ديت ليه؟ دلوقتي احنا لما حطينا العلامة الأول فكانت محطوطة عليها، هو شال لي الأبيض اللي موجود في الخلفية بس. لما شلنا العلامة اللي موجود عليها هو شال لي كل الأبيض اللي موجود في الصورة، حتى الأبيض اللي كان في العين اللي كان. فدي كنت بس مجرد كنت عايزة أوضح الإيه الفرق في إن أنا أحط العلامة أو إن أنا أشيل العلامة. تمام، فاحنا زي ما قلنا إن احنا أول ما بشيل بدوس كليك على طول بيتمسح كل حاجة. طيب إيه معنى ال 32 دي؟ معناها ان هو هيمسح لي 32 درجة من اللون. يعني انا لو جيت وقفت هنا عشان امسح، هو مسح لي 32 درجة من اللون. يعني طب لو انا خليتها 10 مثلا، هقف هنا، لا مش هنا، هقف هنا، وقفت هنا مثلا، هيبدأ يمسح لي 10 درجات من اللون، ما جابليش كل الحتة كلها لان هو الدرجات دي مش من ضمن العشر. تمام، فدي درجات اللون. لو جينا مثلا خليناها 2 وجينا مسحنا مثلا، جينا خليناها 2 وجينا نمسح هنا كده، لو احنا خدنا بالنا ان هو بيمسح نقط. لو جينا قربنا كده شوية الصورة هنلاقيه ان هو بيمسح نقط، 2 حتتين كده، درجتين من اللون بس فقط. تمام، فدي بتبقى درجات اللون. تمام، طيب نيجي نرجع الصورة مثلا زي ما كانت، Alt Control Z. لو احنا الانت ليست ديت انا دايما بفعلها ليه؟ لان هي بتديني نعومة في الحواف. يعني لو جينا رجعنا هنا تاني وخليناها مثلا 20 وانا بمسح هنا، مفيش، تحس ان مفيش نعومة شوية، لكن لما انا بفعلها بيبقى في نعومة في الحواف. لو احنا جينا لاحظنا الفرق هنلاقي الفرق بسيط، بس هو الفرق هي دي فايدتها، ان هي بتدي لي نعومة في الحواف. يبقى احنا كده لو جينا نعمل الفرق
ما بينهم كلهم ان الفكرة كلها انه اول واحدة اللي هي بتمسح اي حاجة احنا مش عايزينها، ولازم الاول ان انا احول الباك جراوند اللير عشان تقدر ان هي تمسح لي، لكن لو ما حولتهاش هتدي لي درجة اللون اللي هو موجودة في الباك جراوند اللي هي هنا. تاني حاجة في الباك جراوند اذا احنا قلنا اللي هي ليها ثلاث حاجات، ثلاث اجزاء، الواحده بتمسح عادي، واحده بتحمي الفور جراوند، واحده وبتمسح اي الباك جراوند او اي حاجه، والتانية بتمسح اي حاجه موجوده في الباك جراوند. اداه الباك جراوند هي بتمسح اي لون موجود في الايه، في الفور جراوند. تمام كده. اخر حاجه اللي هي الماجيك ايرسر، وخلينا متفقين ان احنا الماجيك ممكن هي اللي نستخدمها في الغالب، يعني احنا الحاجات التانية ديت يعني ممكن نستخدمها، ممكن لأي كل في ادوات كتير جدا في الفوتوشوب ممكن اصلا نحس ان احنا مش هنستخدمها، بس لازم نقولها، لازم نكون عارفينها. لكن في ادوات كده تحس ان انت هتستخدمها اللي هي الماجيك مثلا، دي اساسي ان انت هتستخدمها بس يعني. فاحنا كل حاجة لازم نعدي عليها ونتكلم فيها. المهم احنا قلنا الماجيك ان هي ليها خصائص كتير، يعني ليها خصائص وكده، وزي ما احنا قلنا ان انا بدوس كليكه واحده بتمسح لي الليله كلها، فدي طبعا حاجه كويسه جدا. تمام. طيب عندنا حاجه كده بقى هنا كويسه جدا، حاجه اسمها جريديانت، هنيجي نتكلم عليها اللي هي الجريديانت والبنت. جريديانت والبنت، بنت اللي هو اللي كان معروف يعني اللي هو اسمه الجردل، ده مسمينه كده يعني الجردل. هنتكلم اول حاجه عن البنت الجردل ده. لو جينا جبنا احنا اصلا كنا اتكلمنا عن الجردل ده قبل كده، وقلنا اللي هو لو جينا فتحنا صفحه جديده عارفين ان هو بيدينا اللون اللي موجود في الفور جراوند. تمام. اللون اللي هو يعني في الفور جراوند اللي هو ايه، الت شيفت. انا كنا احنا كنا دايما على طول بندوس الت شيفت، اللي هو ده اللون اللي موجود في الفور جراوند، هو ده هو ده وظيفه الجردل ده. يعني لو انا جيت دلوقتي وقفت علمت على الجردل اهو، وجيت دوست هنا كليك، هو اداني اللون اللي موجود في الفور جراوند، وده احنا اتكلمنا عليه قبل كده. تمام. في حاجه هنا عندنا جديده، هي هنا عندنا الفور جراوند وباترن. باترن اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، احنا اهو لو احنا خدنا بالنا عندنا الباترن ان احنا سيفناها. عندنا هنا بقى باترن كتير ممكن نعملها خلفيه، وزي ما احنا قلنا نقدر نضيف من هنا عادي جدا من الترس ونضيف اي بقى باترن انا بحتاجها. بقى مثلا بختار بعمل المود بتاعها، بعمل الاوبست بتاعها وعادي جدا بختار اي باترن انا شايفها مناسب ليا، واضيف هنا مثلا. لو جينا رجعنا كده عملنا كانت معمولة نورمال بس المون. بس يعني هي دي الفكرة في الجردل يعني فيما معروف. يا اما فور جراوند يا اما باترن اللي احنا بنعوزه بنختار. يعني ندخل بقى على الجريديان اللي هي الجزء الثاني اللي هو الجريديان ده، بقى حاجة كده حلوة جدا ولذيذة جدا. نيجي كده نقفل كل ده. تمام. نيجي بقى ندخل على الجريديان. هنا الجريديان بجيبه من هنا اهو، بفتح كده يجيب لي القايمه ديت. احنا لو جينا مثلا اخترنا اللون ده، جينا مثلا اي لون بقى اي هنا، دي كده حاجات ديفولت عندي موجوده، في حاجات انا ضايفاها، في حاجات بتبقى ديفولت. اول ما باجي افتح بيديني حاجات اساسيه وتدرج لوني. لو انا جيت دوست اوكي واخترت وبدات اقف هنا بالماوس وشد هيديني التدرج اللوني ده. يعني نفتح تاني هنا مثلا، لو جينا هنا بصينا هنلاقي هنا حاجه حاجات هنا تحت كده، دي الالوان، دي الالوان بتاعتي، دي درجات الالوان اللي موجوده. انا ممكن لو وقفت على اي لون هنا بالسهم ممكن اغير اللون من هنا واخليه اي لون تاني وادوس اوكي خليه اللون ده.
جيت مثلا مش عاجبني اللون ده اغيره عادي جدا، ممكن اخليه كده. عايزه اشيل الالوان دي كلها مش عاجباني، بشد واقف عليها وبشد واقف عليها وبشد واقف عليها وبشد واقف عليها اهو. كده مثلا تمام. طيب مثلا اللون ده عجبني وعايزة اخده في حتة تانية، في حتة تانية في اللون. فبعلم عليه كده اهو، لا اسمعني، بعلم عليه كده وبروح واقفة في المكان اللي انا عايزة احطه فيه، بيتنقل لي هنا مثلا اللون ده عجبني وعايزة احطه مثلا هنا، اديله تدرج لوني هنا، واروح مثلا دايسه اوكي خلاص ده كده اللي عجبني، واروح ساحبه هو ده اللون اللي انا الجريديان اللي انا عملته، التدرج اللوني اللي انا عملته تمام. عايزه مش عاجبني خالص هشيل، بقف عليهم وبسحب لتحت، بقف عليهم وبسحب لتحت تمام. طيب لو احنا خدنا بالنا هنا ان في نقط، النقط دي معناها ايه؟ النقط دي معناها ان المسافه اللي هنا لهنا 50%، يعني دي بتحدد لي المسافات قد ايه، اللوكيشن بتاعها قد ايه. يعني مثلا لو جيت وقفت عليها وهي هنا اهي، بتحدد لي بتقولي مثلا المسافة بينهم 93، دي تلاقي واخدة 93 دي كده، بتقولي المسافة اللي ما بينهم. هنا مثلا وقفت هنا عشان اعرف اللوكيشن، نغير اللون طبعا عشان يبان بس الاول. فهنا بيقول لي المسافة هنا دي 50، من دي لدي 50، دي 50 ودي واخدة 50 ودي واخدة 50 تمام. دي فكرة. طب نيجي مثلا احنا هنا نختار جريديان ده، ونيجي احنا نعمل لون الجريديان اللي احنا عايزينه، نقف هنا ونختار مثلا اللون ده اوكي، ونروح واقفين هنا ومزودين مثلا هنا حاجة تانية، نقف هنا ونختار اللون ده كده مثلا، يعني احنا بنحط اي الوان وندوس اوكي ونسحب، ده اللون اللي طلع. نيجي ناخد يعني كوبي منها، كنترول جي، وكنترول تي، نبدأ نقف كده هنا، ندوس انتر كده مثلا، نعمل تاني ونختار كده. ده كده مثلا الشكل بتاعي. جينا دي كده عملناها تاني برضو، صغرنا عاملين كده كل دي اشكال، انا ممكن اعملها اي شكل يعني مش هتفرق معايا اي شكل انا بستخدمه، اي شكل بعمله. وهنا بعمل لما بدوس على كنترول يو بقدر هنا بقى اغير اللون بتاع الشكل بتاعي، بخليه مثلا كده وادوس اوكي، شوف بقى الشكل اللي احنا عايزينه واقدر واللون اللي احنا عايزينه، بسيب بعمل اوكي. دي كده اشكال شكل انا عملته. كل ده بايه؟ بالجريدين، انا اديت له تدرج لوني وبدات اعمل الشكل ده، ببقى هنا يديني غامق، هنا افتح شويه، هنا افتح شويه. الرسمه دي عملتها ازاي؟ ان انا عملت جريدين وبدات احرك في الرسمه من هنا من الزرار ده اللي احنا قلنا عليه قبل كده، اللي هو ترانسفورم وارب، ترانسفورم وارب، ده اللي بيقدر يعمل لي الشكل بتاعي تمام. اتكلمنا قبل كده وقلنا واحنا بنعمل هنا الجريديان، قلنا ديت اوضاع في الجريديان، ده نورمال ممكن نستخدم المالتي بلاي عادي، وندي كده عمل لي ايه، واخدين بالنا عمل لي ايه مالتي بلاي ده. الاوبستي اللي هي شفافيه،
مثلا عملتها كده اهو، ده كده ده كده اللي انا اخترته، مع ان هو مش فاتح كده، مش شفاف، لكن عشان الاوبست بتاعه شفاف. لو جينا نزود بقى، انا نقلل كده مثلا شوية اهو، عمل لي كده تدرج اللوني بتاعه شفاف. ده الاوبستي درجة اللي هي الشفافية بتاعته. دي كده اوضاع، دي كده الاوضاع بتاعته، كده ده الوضع العادي بتاعي. نيجي نفتح هنا صفحة جديدة عشان ده كده الوضع العادي بتاعي. نيجي الوضع ده مثلا، الوضع ده الدوران ده، نيجي الوضع التالت ده، الوضع ده، الوضع ده. دي بقى كلها أوضاع أنا بستخدمها. لو جينا خدنا بالنا ان هو طبعا ضلمهالي عشان انا قعدت اعمل الاوضاع كلها فوق بعضها، فانا بختار الوضع المناسب ليا وبعمله. بس هي الفكرة في كده. تمام، فهي الجريديان لذيذة جدا، وحاجة كده احنا بنقعد نلعب فيها اصلا. زي ما احنا قلنا، بنفتحها من هنا، بنختار التدرج اللي احنا عايزينه، بنبدأ نلعب في الالوان، نشيل الالوان اللي احنا مش عايزينها، نغير، احنا ندوس على السهم هنا ونبدأ نغير الدرجة، وندوس اوكي ونبدأ نعمل. عايزين نشوف جريديان احنا مسيبينه بنعمله لود، عايزين نسيب جريديان عجبنا بنعمل سيف من هنا. و ده كده يعني. ومثلا عايزين احنا لعبنا في كذا حاجة وعايزين نعمل يعني نيو جريديان وكده، فبندوس هنا على نيو سيف. انا بسيفه على الجهاز عندي، لكن نيو هو بيتعمل هنا، بيتسيف هنا، بعمل جريديان جديد وبيتحط هنا. بمعنى ان انا لو الفوتوشوب بتاعي وقع وانا خلاص او ما عملت ويندوز جديد، فخلاص الجريديان ده مش موجود، لكن انا لو عملت له سيف فانا بسيبه على الجهاز بيبقى موجود عندي. لو الويندوز وقع، لو حصل اي حاجه، هو موجود عندي، هقدر احمل فوتوشوب واقدر انزل الجريديان اللي انا سيفته قبل كده. اهو بختار اي جريديان وبديله الدرجه اللي احنا عايزينها، مفيش اي مشكله. وبكده تبقى محاضره النهارده انتهت، وهنقف لحد هنا. ان شاء الله احنا يعني الادوات هانت اهي، فاضل حاجات بسيطه، وحاجات الجايه اصلا كلها لذيذه جدا. عايزين نحاول نركز في المحاضره دي، لان هي كان فيها كذا لديه حوالي 4 ادوات. نقدر نقول المطلوب مننا ان احنا نعمل صوره، يعني يمكن اللي فات كله مفهوش حاجه وهو كله حاجات احنا نقدر نعرفها في الجريديان، بس هي اللي فيها اللعب كله. عايزين نعمل كشكل من الجريديان زي ما انا عملت. عملت مثلا الرسمه كده، ورحت واخده منه كنترول جي، ورحت عملته بالكنترول تي، وقلت ايه، انا هلعب فيه بالورق بتاعي وهبدا اعمل شكل. كده مثلا انا عجبني الشكل ده، طبعا هو هنا مش باين عشان انا، فلو جينا قال كده، ده كده الشكل بتاعي هو باين. هعمل مثلا شكل تاني واروح مغيره ورب ده كده، قلت مثلا هعمل كده، هعمل كده داخل ما بينهم مثلا، وادوس انتر، وادوس انتر، واعمل مثلا كنترول يو واغير الالوان. اي الوان بقى جايه في دماغي اغيرها، مش تفرق يعني، عجبني مثلا الوان دي ودوس اوكي. كده عايزين نعمل اي شكل. كل انا عايزاه ان الجريديان بتاعي ما يبقاش موجود، يعني ما يبقاش حد مثلا عنده الجريديان ده ديفولت ويروح عامل لي بالجريديان ده، لا انا عايزه حد يعمل لي نيو كده جريديان. يعني بمعنى انا فتحت الجريديان، فتحت اي جريديان من دول، وبدات اغير انا في الالوان بتاعتي، وبدات اعمل الوان جديده وجريديان جديد خالص، وعملت له نيو بقى، هو حاجه عندي متسيبه عندي تحت كده هنا، يعني مجرد تبقى الوان مش موجوده هنا، مش موجوده في الديفولت اللي عندي، يبقى لون جديد، الوان تداخل الوان جديد، نقدر نعمل منه اي شكل، اي شكل، اي فكره، مش تفرق. كل انا عايزه اشوفه ان احنا نقدر بس نستخدم
الالوان دي بس. اتمنى ان ما حدش يروح محمل جراديان من على النت ويحطها. انا عايزه الفكره سهله اصلا، ما فيهاش اي صعوبه، انت مجرد تفتح من هنا تبدا تحط الالوان اللي انت عاجباك، تبدا تعمل بيها، تحطها على الخلفيه، تعمل الشكل زي ما احنا اتكلمنا عنه قبل كده في الورق. هو ده الفكره كلها، الواجب بسيط جدا وسهل جدا، بس انا عايزه اشوف ايه انتوا قدرتوا تفهموا الحته دي ولا لا، بس مش اكتر. ولو قدرنا، لو قدرنا ان احنا ناخد اي صوره مثلا زي مثلا صوره سبونج بوب، ونستخدم الاداه اللي هي بتاعه الاسم ده الاستيكه الماجيك مثلا، ومسحنا الجزء ده الخلفيه مثلا عشان ناخدها كده ونحطها هنا، هتبقى حاجه لذيذه. يعني اي صوره بقى، مش صوره الصوره ديت، اي مثلا لو جينا جبناها هنا كده عليها وبدأنا نصغر كده مثلا، هتبقى حاجة برضو لذيذة جدا لو احنا بدأنا نعمل كده. نبدأ بقى نمسح ايه الحواف بتاعتها من هنا كده، يبقى هي الصورة اهي كأنها مطبوعة على الشكل دوت. تبقى برضو كأن نبين ان احنا يعني الأدوات التانية، نبدأ نستخدم الأدوات التانية. تمام، ده المطلوب مننا، واجب سهل جدا وبسيط جدا. اتمنى تكونوا انتوا استفدتوا من المحاضره. لو في اي مشكله في المحاضره طبعا احنا مع بعض، لو في اي استفسار ان شاء الله بالتوفيق، واشوفكم المحاضره الجايه ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.